بطول يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. معلش بحضر الأكل عشان رحت عند ماما وتأخرت النهاردة. طب أنا ساعدك في حاجة؟ لا يا حبيبي تسلم لي. خش أنت رايح. لا يا حبيبي خش أنت رايح وأنا هعملك. متحرمش منك يا عيني. حبيبي. يا ترى مين اللي بيجي لنا دلوقتي؟ ازيك يا فارس؟ عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ وحشاني. وأنت كمان. عيالك عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. كده عامله ايه؟ يا رب دايما الحمد لله بخير. ما تستني يا اختي انت هتضرب الشرب بس انا مستني المشي. معلش اصل انا اتاخرت في الاكل النهارده ما عملتوش وعايزه الحق اعمله عشان انا بجوع. يو استني بقى يا بطل ماشي. طب اعمل ايه؟ طب ما انا عايزه اخلص الاكل. طب استني المشي وبعد كده بقشريه. مش هينفع والله يا عفيفه واحنا قاعدين بنتكلم كده هقشرهم واقطعهم بالمره. عمال جوزك فين؟ قاعد جوه جاي من الشغل مريح جوه شويه على السرير. هو قاعد بقى جوه بقى انت اللي تعبانه بقى وعماله تعملي ما يجيش يساعدك. طب هعمل ايه طيب؟ ما لازم اعمل له الاكل. ماشي ما هيجي يساعدك ولا يفضل قاعد جوه كده. صدقي عندك حق. صح يا ليه طلعنا عين اهلي كده وهو قاعد جوه فعلا. يا سلام يا اخويا. قاعد ماسك لي التليفون انت كده ومرتاح ونايم على ظهرك. امال في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ مش تيجي تساعدني في المصيبه اللي انا فيها ولا سايبني كده محتاسه لوحدي؟ مصيبتها ايه؟ تعال اعمل معايا الاكل. قلت لها مش قايل لك ما اساعدك قلت لي لا. وانت بقى ما صدقت وقلت لك لا وانت داخل ماسك التليفون وقاعد مريح ظهرك. لا حول ولا قوه. وايه الزعيق اللي انت بتزعقيه ده؟ ايه اللي بزعق؟ ليه؟ ما هو طبيعي ان انا ازعق وانا محتاسه لوحدي كده. لا ازاي يعني؟ في ايه؟ في ايه يا بطل؟ بقول له تعالى ساعدني وقف معايا مش راضي. ليه ايه اللي حصل بس؟ عايزين اقوم اساعدها في المطبخ ينفع؟ لا ما ينفعش يا بطه. لا ما ينفعش. امال هو جايبك ليه يا حبيبتي؟ ما ينفعش الراجل يقوم يعمل حاجه لسته اللي مراته في البيت بيته كده. ادي راي صاحبتك ما غلطتكي في الكلام. ثم انا عرفت عليكي من المبدا اصلا قلت لك اساعدك في حاجه؟ هسيبكم بقى يا بطل. لا لو الصوت بتاعك ده. السلام عليكم. شفت صاحبتك قالت ايه؟ وعامة يا ست انا كده لا واكل من ايدك ولا عودت اعمل معاك حاجه ولا تعملي معايا حاجه وانا رايح عند امي ورايح دماغي من وش الحريم. يا نهار اسود يعني هي خربت لي الدنيا ومشيت؟ هي اللي كانت قاعده تقول لي ما ينفعش وخليها من معاكي وانت بتعملي لوحدك اما اجي اشهدها تطلعني انا الغلطانه؟ ادي اخرة اللي تسمع كلام صاحبتها خربت بيتي.